بعد النجاح الكبير اللي حققه الجزء الأول من الفيلم، طرحت شركة ديزني برومو فيلم الأنيميشن الجديد فروزن 2. بمجرد طرح البرومو تخطى حاجز 10 ملايين مشاهدة، وبيظهر في البرومو الملكة إلسا وغيرها من أبطال الفيلم. فيلم فروزن 2 هيتم طرحه في نوفمبر المقبل في جميع دور العرض العالمية، بعد 6 سنوات من طرح الجزء الأول واللي تخطت إيراداته أكثر من 1.2 مليار دولار.